القضيه دي الورقه دي جت لنا من قمه شهر، وقال ان هو من المركز غفير جابها لنا، اسمه عبد الرحمن جابها لنا الورقه دي باسم احمد الشربيني جمعه واسم نهاد الشربيني جمعه واسم الشربيني جمعه الشربيني، وده رقم المحضر بحضور الى النائب العام بالاسكندريه المحامي العام باسكندريه. لما رحنا استعلمنا وودينا الورقه دي للمحامي قال ان هو ما فيش اصلا رقم محضر بالقضيه دي خالص نهائي، ورحنا مركز طلخه للغفير قال ان الورقه دي جايه من عند ماموريه من عند السكرتير العام. بحثنا برضه عند السكرتير العام قال ان هو ما اتصلش. ده اول حاجه تثبت ان ده بينتحر شخصيات عند الحكومه على ارقام الارض بتاعتهم، ده اول حاجه. تاني حاجه الارقام دي كلها دي نوته التليفونات اللي شغال بقى بيكون بانتحال الشخصيه، يعني كل الارقام دي المحامي العام والسكرتير العام ومركز المأمور وكل الاوراق دي ومركز سمنود بتاع اجا، كل دي كل الارقام دي بيكون بانتحال الشخصيات بتاعتها، كل دي وده ارقام برضو دي بخط ايديه. برجو الحكومه ان هي لما تمسكه تعمل له تحليل خط او تشوف هي هتعمل ازاي، وده علي بيك وده مختار بيك، كل الارقام بتاعت الجهات الحكوميه كل دي والسكرتير العام والنائب العام كل الارقام دي بيقوم بها واحد نصاب زي ده معاه كل الارقام بتاعت الجهات الحكوميه بس عشان بتساعده. تاني حاجه بقى دي تلغرافات انا بعتها، ده اول تلغراف لمركز سمنود، يعني الكلام بجد ما هوش هزار، وده لوزاره الداخليه بعت تلغراف لوزاره الداخليه، يعني لو انا بدور على عفش او بدور على حاجه طبعا مش هوصلها لكل ده لان دي مسائل اسريه يعني مش هتوصل ولا يهتموا بيها، ده حرام ونصاب ومزور وكل حاجة وبينصب على الناس، وكان لسه محبوس وطالع وعنده قواضي كتير. وده تاني ورقة اهو، دي كل دي بعتها تلغرافات، ودي المخابرات العامة اهو بعتت تلغراف للمخابرات العامة عشان خاطر ان انا اتكلم. يا جماعة انا اتسأل اي مسألة قانونية لو انا بكذب في الكلام ده واتحاسب عليه، وده اول حاجه انا عايزه اوصل ده قضيه ازاي الغفير يجيب لنا الورقه دي، وازاي ان هو يطلب ان احنا نروح عند المحامي العام بالاسكندريه وهو ولا في محضر ولا في اي حاجه، الغفير ده جه ازاي وجه منين، والسكرتير العام ازاي اتصل بهم على التليفون الارضي، ده قضيه مهمه ازاي كل واحد ينتحر شخصيه والجهات الحكوميه توصل. انا عايزه القضيه دي توصل للنائب العام وللراي العام، الموضوع مش موضوع مشاكل اسريه. وتاني حاجه هو بعد صورني بقى بعد يهددنا اتهم بسرقه ولادي، يا جماعه ده موضوع كبير لازم الناس تتكلم فيه، يعني بيكتب كلام على النت وبيقول ان القضيه بتاعتي ان انا متجوزه عرفي وان القضيه بتاعتي دي هو موصلها للنائب العام، عايزه بس حد يحكم فيها، عايزه القضيه دي توصل للنائب العام مش اكتر من كده، لان هو بيستغل السلطات وبيستغل مناصب مهمه في الدوله وبنصب على ناس كتير. يعني انا لو دي قضيه عفش او قضيه نفقه ما كنتش هوصلها لكل ده، كل يوم ابعت تلغراف لوزاره الداخليه والمخابرات العامه والرقابه الاداريه ومحدش بيتكلم ولا حد بيتصرف، ومعاه اكتر من 20 خط معايا كل ارقام الخطوط بتاعته، وكل شويه يتصل وتهديدات ويخلي الناس مسجله خطر تتصل بيا عشان خاطر ان انا ما اقولش حقيقته. مين اللي هياخد لي حقي غير حكومه بلدنا يا ريس؟ يا ريس كل الناس بتحبك، بالله عليك وقف جنبنا، وقف مع الغلابة، وقف مع اللي عايزين ياخدوا حقهم.